برج الجدي، نظرة على العام الجديد. يظهر أنه خلال السنوات العديدة الماضية ولسنوات عديدة قادمة سيكون بلوتو في برج الجدي. هذه نعمة لك ولكل شخص آخر يشاركك علامة الشمس. ستأتي الفرص في طريقك على ما يبدو من كل اتجاه. استخدم حدسك لتقرير ما إذا كنت ستغتنم هذه الفرص الجديدة أم لا. ستحرز تقدماً فقط إذا جربت أشياء جديدة، ولكن إذا أخبرك حدسك بعدم القيام بشيء ما فمن الأفضل الاستماع. سيكون كوكب المريخ في برج الجدي من 17 من مارس وحتى 15 من مايو، ثم مرة أخرى من 13 من أغسطس إلى 10 من سبتمبر. خلال هذا الوقت سيكون حدسك هو الأقوى. استخدم هذا الوقت لاتخاذ قرارات مهمة في حياتك. قد تكون هذه القرارات متعلقة بعملك أو هواياتك أو علاقاتك. في كلا الحالتين هذا هو الوقت المناسب للتوقف عن المماطلة والاختيار. هذا العام سوف يقاطع أورانوس جدولك المعتاد وسيشجعك على تجربة أشياء جديدة. إذا كنت حالياً في وضع سيء سواء في الحياة المنزلية وما إلى ذلك، فستجد الشجاعة للانفصال والعثور على مكان أفضل لتكون فيه. إذا كانت لديك عادة سيئة، فإن العام 2021 هو أيضاً الوقت المثالي للعمل على الإقلاع عنها. على الصعيد العاطفي، سيكون كوكب الزهرة في برج الجدي لمعظم الشهور يناير ونوفمبر وديسمبر من العام 2021. إذا كنت عازباً وترغب في الارتباط بشخص ما، فهذه هي أفضل الشهور للقيام بذلك. مع تشريف كوكب الزهرة إلى برجك، من المرجح أن يجدك الآخرون أكثر جاذبية من المعتاد. على الصعيد المهني، يمر المريخ بعدة علامات في العام 2021، ولكنه يقضي وقتاً طويلاً في برج الجدي، أي حوالي 3 أشهر. نظراً لأن كوكب المريخ في برجك معظم العام، فمن المحتمل أن تشعر بمزيد من الثقة والجاذبية. على الصعيد المالي، كوكب الزهرة في الجدي لا يساعد فقط في حياتك العاطفية، ولكن أيضاً في أموالك. هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت متزوجاً أو تشارك أموالك مع شخص ما. قد يكون هذا الشخص الآخر زوجك أو مستشارك المالي. في كلتا الحالتين رأسان أفضل من رأس واحد إذا كنت ترغب في تحسين وضعك المالي. على الصعيد العائلي، يمكن أن تكون حياتك العائلية صعبة في بعض الأحيان هذا العام خلال تراجع طارد. من المحتمل أن يسبب لك هذا قدراً كبيراً من التوتر. إذا أمكن خذ بعض الوقت بعيداً عن المنزل لتدليل نفسك. على الصعيد الصحي، هذا العام حاول التركيز على صحتك النفسية. ستكون هناك أوقات تشعر فيها بالارتباك والتوتر. عندما يحدث هذا، حاول أن تأخذ بعض الوقت بعيداً عن الآخرين لتهدأ وتسترخي. على الصعيد الاجتماعي، سيكون كوكب المشتري في برج العقرب من 8 من مارس وحتى 7 من نوفمبر. خلال هذا الوقت، ستكون أكثر جاذبية من المعتاد. يمكن أن يساعد ذلك في جذب أصدقاء جدد وتكوين علاقات جديدة. هذه سنة لتحسين نفسك بمساعدة أورانوس، يجب أن يكون الأمر سهلاً. على الصعيد العاطفي، سيكون كوكب الزهرة في برج الجدي لمعظم شهور يناير ونوفمبر وديسمبر من عام 2021. إذا كنت عازباً وترغب في الارتباط بشخص ما، فهذه هي أفضل الشهور للقيام بذلك. على الصعيد المهني، يمر المريخ بعدة علامات في عام 2021، لكنه يقضي وقتاً طويلاً في برج الجدي، حوالي 3 أشهر. نظراً لأن كوكب المريخ في برجك معظم العام، فمن المحتمل أن تشعر بمزيد من الثقة والجاذبية. على الصعيد المالي، كوكب الزهرة في الجدي لا يساعد فقط في حياتك العاطفية، ولكن أيضاً في أموالك.
يقترح برج الجدي للعام 2021 أن تتعاون مع شخص آخر للعمل على مواردك المالية. قد يكون هذا الشخص الآخر شريك حياتك أو مستشارك المالي. في كلتا الحالتين رأسان أفضل من رأس واحد إذا كنت ترغب في تحسين وضعك المالي. على الصعيد العائلي، يمكن أن تكون حياتك العائلية صعبة في بعض الأحيان هذا العام خلال تراجع عطارد. من المحتمل أن يسبب لك هذا قدراً كبيراً من التوتر. إذا أمكن، خذ بعض الوقت بعيداً عن المنزل لتدليل نفسك. على الصعيد الصحي، هذا العام حاول التركيز على صحتك النفسية. ستكون هناك أوقات تشعر فيها بالارتباك والتوتر. عندما يحدث هذا، حاول أن تأخذ بعض الوقت بعيداً عن الآخرين لتهدأ وتسترخي. على الصعيد الاجتماعي، سيكون كوكب المشتري في برج العقرب من 8 مارس وحتى 7 نوفمبر. في هذا الوقت ستكون أكثر جاذبية من المعتاد. هذا العام سيكون زحل في برج العقرب. سيكون لهذا بعض التأثيرات المتضاربة على حياتك الاجتماعية. من ناحية، من المحتمل أن تشعر بالسرية أكثر من المعتاد. لذلك بينما قد يشجعك كوكب المشتري على تكوين صداقات أكثر، فإن زحل سيشجعك على عدم إخبارهم بكل شيء. يمكن أن يجعلك زحل في برج العقرب أيضاً تشعر بمزيد من العاطفة، مما قد يساعدك على تكوين روابط أعمق مع بعض الأشخاص. دعونا نلقي نظرة على تفاصيل كل شهر للعام 2021. في يناير سيكون عطارد والشمس والزهرة في برجك. يبدأ هذا العام بالتوفيق في الموارد المالية وفي حياتك الاجتماعية. يركز فبراير على أموالك وحياتك العاطفية. إذا كنت متزوجاً أو مرتبطاً ستتحسن علاقتك جداً. يركز مارس مرة أخرى على أموالك، ولكنه يوسع تركيز العلاقة ليشمل العلاقات الرومانسية. في أبريل ستشعر بأن حياتك المنزلية مرهقة بعض الشيء. خذ بعض الوقت للخروج من المنزل أو اقضي المزيد من الوقت مع شريك حياتك للاسترخاء. مايو يعيد التركيز على علاقاتك الرومانسية. ستشعر على الأرجح بمزيد من الرومانسية والجاذبية. يونيو، في هذا الشهر ستركز على المشاعر. قد يكون هذا محيراً ومشتتاً للانتباه، ومع ذلك تأكد من الاستماع إلى حدسك بعناية. يحثك يوليو على الإقلاع عن مقارنة نفسك بالآخرين. سوف يسبب فقط مشاعر سيئة. بدلا من ذلك ركز على ثروتك وعلاقتك العائلية. أغسطس، سيتحقق النجاح في حياتك المهنية هذا الشهر. قد تتعرض لبعض الضغوط والعقبات، لكن هذا شيء لا يمكنك التعامل معه. سبتمبر هو الوقت المناسب للتركيز على صداقاتك. أكتوبر يجعل مشاعرك أكثر حدة مما كانت عليه في الأشهر الأخرى. نوفمبر هو شهر محير. من المحتمل أن تتعامل مع وضع جديد تماماً. اعلم أن النجوم موجودة لإرشادك في جميع الأوقات في هذا الشهر. ديسمبر سيكون شهراً مزدحماً تماماً. سينقسم تركيزك بين وظيفتك وعائلتك. من المحتمل أن ترى النجاح في كليهما. في النهاية، نتوقع أن يأتي هذا العام بحصته العادلة من الصعود والهبوط. نظراً لأن العديد من الكواكب تضيء بركاتها على برجك، فمن المحتمل أن يكون حظك أفضل. استخدم هذا العام للتركيز على أموالك وعائلتك. إذا كان بإمكانك القيام بذلك بشكل جيد بما فيه الكفاية، فيجب أن يمر عامك بسهولة.